هاي مرحبا، كيفكن؟ قالوا حابة تطلع معي بهالفيديو. أنا صراحة بهالفيديو رح أتحدث عن الأوضاع يلي صايرة بلبنان. أول شي في كتير عالم زعلوا إنه أنا من يومين نزلت فيديو عادي كان فلوج ومشترياته كانت نازلة رغم الأحداث اللي صارت بلبنان الثلاثة والأربعة ونهار الجمعة. أول شي أنا ما كان قصدي إنه أنا نزل فيديو واتهاون بالشي اللي عم بيصير بلبنان. انا بكون عاملة سكادول للفيديو سو اليوتيوب اوتوماتيكلي بينزله، ما بكون انا عم نزله بوقتها. هيدي هي البوينت. تاني شي لانه كنت مشغولة بالاحداث وكنا عم نتابع الاحداث اللي موجودة، كرمال هيك انا ما محيت الفيديو او ما عملت بوز او كانسل انه ينعمل له ابلود. بس انا حبيت وضح هيدي الشغله لانه في كتير عالم زعلوا وانا ما بدي حدا لا يفهمني غلط ولا يزعل. وانا ما بدي حدا يزعل. والا كمان. اوكي، عن الوضع الامني بلبنان. اوكي، الوضع بلبنان منه احسن شيء. الجنوب كتير صعب، بيروت كتير صعب، مثل ما كنا حضرنا الثلاثه والاربعه والجمعه كيف كانت منطقه بقلب العاصمه اللبنانيه انضربت وصار في شهداء وصار في مصابين بأعداد كتير كبيرة، ويعتبر هيدا اختراق للأمن اللبناني. بس نوعا ما الحمد لله العالم عم تنزل، عم يجربوا ان هن يتعايشوا مع الوضع اللي هن موجودين. اوكي، من جواتهم العالم كتير قلقانة وخايفة، بس عم يحاولوا انه يتماسكوا كرمال ولادهم كرمال عيالهم كرمال انه الحياة بدها تمشي. الوضع بالجنوب صعب، يعني انا هون بصيدا يعتبر بعيد كتير عن الحدود اللبنانية الاسرائيلية، بس عم ضل اسمع جدر صوته كتير قوي، صوته كتير بخوف، صوته كتير عن جد بيرج البيت رج، يعني بتحسوا انه شو عم بيصير، ليه هيك عم بيصير معنا العالم. بس انا اقعد على الارض بصير انا بخاف من اذبح عن تدبك. ايه، حتى الاولاد بخافوا، كل عالم بخافوا. امي اجت، امي هون بلبنان كثير عم تنقذ من هذا جدر الصوت، وانا عم بنقذ من هذا جدر الصوت لانه منا معودين على هالشيء. بابا ما بينقذ. شو بعد؟ الاوضاع رح تتصاعد اكثر من هيك، في كثير عالم قالوا لي الوضع عم بيقولوا رح يتصاعد. انا ما عندي اي معلومه، ما بقدر اقول لكم الوضع رح يسوء، الوضع رح يضل مثل هيك، الوضع رح يتحسن، بس انا بتمنى ان الوضع يتحسن بلبنان، يكون في شويه امن كرمال الشعب، كرمال الحياه اللي نحن عايشينها، كرمال كلنا عنا بيوت واشغال وحياه عم نحاول انه نحن نعمر ونكبر، منا عايشين تنكون عايشين بهيدا الخوف. كل واحد فينا عم بفكر بعائلته بمستقبلها. الاوضاع على الحدود مثل ما كلكم عم تحضروها كتير صعبه، بس الحمد لله انا بعيد عن الحدود، يعني انا بيتي بعيد عن العاصمه اللبنانيه، بعيد عن بيروت، وبيت اهل جوزي شوي بعيد بس كتير بعيد. بيت اهل جوزي بالجنوب بس بعيد عن الحدود، لانه كتير قالوا لي طمنينا عن اهلك. نحن بعيد، بس مثل ما قلت لكم الاوضاع منا هيدا الامان، بس الحمد لله. فمثل ما قلت لكم الاوضاع بالجنوب منا احسن شيء، الوضع شوي خطر، في كتير ضرب، في كتير عيال اضطروا انهم ينزحوا ويتركوا بيوتهم ويفلوا من الجنوب، ينزلوا على بيروت، ينزلوا على مدارس، ينزلوا على بيوت اهاليهم. صراحة قصة المدارس، في كتير مدارس ببيروت قالوا، ما بعرف هذا الشيء حقيقي ولا لا، بس قالوا انه الاهالي النازحين اولادهم بيقدروا يفوتوا على المدارس وراح يعطوهم مثل انه قسط المدرسه بسعر خاص لهم، لانه هن حرام تركوا بيوتهم وتركوا مدينتهم ونزلوا على بيروت كنزوح. ففي كتير عالم تركوا بيوتهم بالجنوب، خاصه اللي عايشين على الحدود مع اسرائيل، ونزلوا عند اهلهم او اذا كان عندهم بيوت تانية. صراحة الشعب اللبناني كله عم بيتعاون مع بعضه، كله عم بيساعد بعضه، كله قلبه على قلب التاني بغض النظر عن الطائفة والدين وكل هودي الامور. لا، كلهم هلأ عن جد بينوا لي، انا شفت انه هن شعب واحد، كلهم خايفين على بعضهم، كلهم عندهم نفس الفكرة انه بدنا، مش كتير، انه كلنا بدنا امن وامان للبلد كرمال مستقبل ولادنا وكرمال مستقبل لبنان.
هيدا بخصوص الاوضاع اللي موجوده هون، وانا طمنتكم عني عن الوضع اللي عندي، وانا كيف انه انا ساكنه بعيد عن كل هيدي المشاكل. بس الباقي القصص كنا عم نحضرها على التي في وعلى الاخبار، سو ان شاء الله بيكون خير وما بيصير شيء. بس بدي جاوب على وحده كانت قالت لي بس تخلص نفسي انا حكمل ارجعي على مصر وانه والدي بمصر، لانه الوضع هون مش منيح صراحة. أنا ما مفكر نهائياً إن أنا أترك لبنان هلأ وفل. أنا عشت بهالبلد صار لي 3 سنين، أكلة من خيرة وشربة من خيرة وعيش بأمنة وأمانة. طول ما الوضع هيك أنا رح أبقى بلبنان صراحة. إذا صار الوضع بعد 1000 شهر بعد 1000 شهر أسوأ من هيك، مثل ما كان في حرب 2006، بهالحالة صراحة أكيد رح فل، لأنه كرمال بيتي وعائلتي وبنتي وجوزي وكل شيء، يعني هيكون وقتها خلص انه لازم فل كرمال حافظ على عائلتي. بس طول ما الاوضاع هيك انا باقية بلبنان ومأكد انه ما رح يصير شيء، والله رح يحمينا كلنا. كلنا الله رح يحمينا، ورح يحمي كل العالم يلي عن جد نيته وقلبه خير. بس واللي عم يحضرنا منه بلبنان دعوا للبنان ودعوا انه يصير الوضع احسن واتمنوا لنا الخير. وبس انا حبيت صراحه اوضح لكم الوضع، لانه كذا حدا قال لي ليه ما حكيتي عن شو عم بيصير بلبنان. رؤيا قالون ليه ما حكيتي شو عم بيصير بلبنان، ليه ما فرجيتيهم الصوره اللي موجوده. انا قبل مره حكيت عن الاوضاع الامنيه بلبنان من كم شهر، كمان كان مع بدايه طوفان الاقصى، تحدثت عن الوضع هون بلبنان. وهلا حبيت اوضح لكم اكثر الوضع يلي انا عشته. يمكن في عالم عايش باوضاع غير امنه او اوضاع اصعب من اللي انا فيها، بس انا عم بحكي عن تجربتي وعلى اللي انا بشوفه. بس هيدا كان صراحه هدفي من هالفيديو. وتاني شيء بدي اعتذر للعالم يلي زعلوا انه نزلت فيديو، ما كان قصدي شيء. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. هي قالوا لي ما بنزعل منا. اوكي فهنا المنتج هلا نحن خلصنا حديثنا. هلا انا انا بدي احكي لكم كل شيء. هلا بنحكي لهم المره الجاي. اوكي هلا بنرجع نحكي لهم. قولي لهم هلا باي بعد شوي. اي هلا قولي لهم باي. او مش بعد الغدا، هلا بعد الغدا بنحكي معهم. لا هلا بس يلا هلا قولي لهم باي باي يلا تاني.